السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم موضوع خاص بدرس الاحتمالات المستوى الثاني بكالوريا دائم في إطار استعداد الامتحان الوطني. الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. أظن بأن هذا التمرين فهو تمرين مبسط يجب يعتمد بالأساس على تطبيق ما رأيتموه في درس الاحتمالات. إذا عندنا واحد الكيس يحتوي على 10 كرات متشابهة لا نميز بينهما عند اللمس، موزعة كما يلي: عندنا 4 كرات حمراء و6 كرات بيضاء. نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحدثين حدث A الكرتان مسحوبتان حمراوين والكرتان مسحوبتان من لونين مختلفين. احسب احتمال P دو A و P دو B لتكن أو ليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل عدد الكرات الحمراء المتبقية في الكيس بعد كل سحبة. أولا عين القيم المتغير العشوائي X، بين أن P دو X إيكال 3 هي 8 على 15، أعطي قانون الاحتمال للمتغير X ثم احسب الأمل الريالي. إذا هذه الأسئلة، إذا غننطلق الآن للإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا لا بأس هنا بالتذكير، عندنا 10 كريات، يعني عندنا دي بول، عندنا 4 بول روج و 6 بول بلونش. إذن أول عدد خصنا عدد السحابات الممكنة، فنحن نأخذ ماذا؟ نأخذ كاردينال دو أوميغا، نأخذ 2 كرات من ضمن هذه العشرة. إذن قد العملية الحسابية هي 45، والحدث A بالنسبة لنا أشنا هو؟ هو أخذ أو سحب 2 كرات حمراوين، بمعنى أن بي دو A يكفي أن نأخذ 2 كرات من ضمن الكرات الحمراء اللي هي عددها 4، وأقسم دائما على كاردينال دو أوميغا. دوكا تعطينا هي 6 على 45 أو 2/15. إذن فوالا بالنسبة للسؤال هذا. الحدث بي يعني خصنا نتيريو كرة أو نسحب كرة حمراء وأخرى بيضاء. إذن بي دو الحدث بي يعني خصنا ناخذو كرة من ضمن الكرات الحمراء اللي عددها 4، والكرة الأخرى نأخذها من ضمن 6 دائما على كاردينال دو أوميغا. دوك 4 في 6 هي 24 على 45، يعني 8/15. إذا هذا فيما يخص نظن السؤال الأول. بالنسبة للمتغير العشوائي الذي يمثل عدد كريات حمراء المتبقية، إذا بمعنى آخر إذا كنا تنسحب هذه الكرات ما هي القيم التي سيأخذها X؟ إذا الكرات المسحوبة إما أنها ستكون حمراوين، الكرتين حمراوين، أو وحدة حمراء وحدة بيضاء، أو البجور غيكونوا حمراوين بيضاوين عفوا. إذا هنا يعني أن الكرة المتبقية غادي يكون يا إما هو جوج، خلينا جوج كرة حمراء غادي يبقاو جوج، هنا خلينا كرة واحدة حمراء فإذا سيبقى لدينا 3 كرات، إذا خلينا جوج كرات بيضاوين سيكون عدد الكرات الحمراء المتبقية هو 4، وبالتالي هذا يعني أن إكس تأخذ القيم جوج وثلاثة وأربعة. إذا خصنا نوجدوا القيم الاحتمال ديال كل عدد. إذا بالنسبة P دو إكس إيكال أ 3 هذا يعني ماذا؟ يعني خصنا ناخذوا عدد الكرات المتبقية خاص يكون هو 3. إذا باش يكون هو 3 يعني خصنا ناخذوا غير كرة واحدة فقط، إذا من ضمن الكرات الحمراء، والكرة الأخرى نأخذها من ضمن الكرات البيضاء. إذا غتقصر كاردينال دو أوميغا يعني هو 24 على 45، يعني بالفعل هو 8 على 15. إذا P دو X إيكال 2، يعني هنا راه هو احتمال ديال الحدث A اللي ديجا وجدناه، دونك 2/15. تبقى الاحتمال ديال X إيكال 4، يعني خصنا ناخذو عدد الكرات المتبقية هو 4، يعني خصنا ناخذو 2 كرات كلهم بيضاوين، يعني غتاخذو 6 كرات سور توجو كاردينال دو أوميغا، دونك هي 15/45، دونك هي 5/15. إذا هنا خصنا دائما تلاحظوا بأن المجموع ديال بي خاصو يكون يساوي 1. إذا لا بأس هنا نقوم برسم الجدول.
Donc x imma égal à jouj, on a ou 3 ou 4. On a p de x. Et donc on a 2 sur 15. On a 8 sur 15. On a 5 sur 15. Voilà. Et donc le soual mouali est l'ahsob l'amal al-riyadi. Et donc pour l'amal al-riyadi, on a tabqo l'alaqa al-taliya. E de x c'est quoi? C'est la somme de x p de x. Voilà. Yani, c'est-à-dire, khassna ndiro 2 fois 2 sur 15 plus 3 8 sur 15 plus 4 fois 5 sur 15. C'est-à-dire, il y a 4 plus 24 plus 20 que je divise par 15, donc c'est 48 sur 15. Donc je divise par 3 de part et d'autre, rappelons 16 sur 5. Il donne un goulbé à l'espérance de x, c'est bien égal à 16 sur 5. Donc voilà le job de l'head tamrin. Tandem bien là où tamrin basit il gaya qui en tout بعض العلاقات اللي هي موجودة عندكم في الدرس. اللي بغى يتقلب على تمارين أصعب من هذا فيمكنه الدخول إلى القناة عندي ويمشي يدير سمو البلاي ليست المتعلقة بدرس الاحتمالات. سيجد هناك بعض التمارين المهمة وصعبة أحيانا. إذن أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.